هذا النجاحات او النجاحات بشكل عام حجر الاساس من التغيير. يعني اذا احنا اليوم جبنا اشخاص من مجتمعات مختلفه بنلاقي انه في عندهم نبعه معينه للتعامل مع النزاع، هذا الشيء بتاثر بنشاته للنمو وتغييره. ليش؟ تعال نوقف خطه ببيتها بمحيطها بعائلتها بالمدرسه جامعه بالشغل، تتاثر كثير قصص حولها بتخليها تتصرف في حاله النزاع بطريقه معينه. ليه؟ لانه في عندها ثلاث انماط اساسيه العالم بتتعرف فيها مع النزاع. اول نمط هو نمط رابع كاتب. رابع كاتب شو يعني؟ يعني على لبنان كثير بس. تعال تتكلم. بتشوف ببيتها البيت عم يتعاطى مع الام، خايف عم يتعاطى مع خيه، بالحي الاولاد عم يلعبوا، كيف الولد عم يقول الولد الثاني، تعلموا وشوفوا انه هذه طريقه صحيحه لحل المشاكل. كسر له راسه فوق كيف اللي بدك اياه، استعمل العلم كيف اللي بدك اياه. ف بيتعلم العالم انه لا بدي اخذ اللي بدي اياه لازم كسر راسه من الوجه، بغض النظر اذا هي يحمل منيح او لا. اذا انا بدي اكون ربحان حكما بوجه لازم يكون شو؟ خسران. بغض النظر اذا انا خسران او ربحان، اذا هو خسر يعني انا ربح. بلش الحسابات معاكسه، يعني معنى الربح بالنسبه لي اذا انا لخصمي او لوجهي هو خسران. هذه رؤيه. في عندنا نمط ثاني تعال تتابع عليه. طبيعة البشرية من الأثر الغريزي كمان. خليهم فايت
يعني انه على طول وقت انا قادر على شخص شو بعمل؟ اولى من اعفى عنه بيكون بالعفو عنه هي اترف بقدر اقتنع مني بقدر انا ماني عم حدا في مانع هلا انا بكره عم بوصل عم نحكي هلا كعلم